وفي مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي في نشرة إخبارية سابقة، تحدث الدكتور طه الكبيسي أستاذ التفسير بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة البحرين، تحدث عن مدى تأثير ممارسة العمل الخيري على مستوى الفرد والمجتمع. عمل الخير يرجع أولا لصاحبه. يعني لو افترضنا أيها الإخوة يعني أننا هناك دورات لتصفية القلوب، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، فلو كانت هناك دورات لا سارعنا إلى تصفية قلوبنا وإلى جعلها سليمة من كل حقد وبغضاء. هذا عمل الخير يصفي القلوب وينقيها ويزكيها ويطهرها، فهذا أول فضل تفعله لنفسك. يعني عندما تفعل الخير للآخرين أنت أحسنت إلى نفسك أولا، حيث زينتها بهذه الفضائل الكريمة العظيمة، البر والإحسان، وقلنا الابتسامة مع الآخرين، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تفطير الصائمين، والحمد لله الآن مقامة والجمعيات تبذل وتسعى والأمر ميسور، نرى الابتسام على وجوه من يعني يفطرون ويتناولون هذا الطعام الذي لا يكلف شيئا ولكنه يحتاج إلى همة ورغبة، أثر ذلك على المجتمع أن تسود المحبة والتعاون والتآلف والتحابب، كل هذه مقصودة من الشرع، فلذلك يأتي هذا الشهر ليرتقي بك، ليرتقي بك إلى مصاف المحسنين، والله يحب المحسنين.